وإلى الأخبار المحلية، والبداية من المنتخب الوطني، حيث قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب اختيار 6 لاعبين إضافيين هم عمرو جمال ووليد سليمان وحمد طلبة ومؤمن زكريا وحسام عاشور وعامر عامر، تحسبا لإصابة أي لاعب من قائمة 29 لاعبا الذين تم اختيارهم للسفر مع المنتخب خلال معسكره المقبل. ويبدأ المنتخب الوطني معسكره المغلق بمواجهة منتخب الكويت يوم 25 مايو الجاري، على أن يسافر بعدها مباشرة لإيطاليا لمواجهة كولومبيا، على أن يختتم آخر لقاءاته الودية أمام بلجيكا استعدادا لكأس العالم بروسيا 2018. كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أن تجديد عقده مع المنتخب لم يتم حسمه حتى الآن، خاصة أن الحديث عن التجديد ما زال في مرحلة تفاوض مع مسؤولي اتحاد الكرة، وينتهي عقد الأرجنتيني مع منتخب مصر بنهاية المشاركة بكأس العالم والتي تقام بروسيا في يونيو المقبل. ويسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة لتجديد عقد كوبر بعد النتائج الطيبة التي حققها مع المنتخب في الفترة الأخيرة ونجاحه في التأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما. والآن فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا. قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن تدريب الفراعنة يوم 9 يونيو المقبل سيكون مفتوحا باستاد القاهرة في 10 مساء وبحضور الجماهير للاحتفال باللاعبين. وأكد لهيطة أن شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للمنتخب الوطني وراعي قناة النادي الأهلي ستكون الراعي للاحتفالية بمناسبة تأهل المنتخب الوطني للمونديال بعد غياب منذ مونديال 1990. يخضع محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العيلة وحسام الإبراشي. وكان النني قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته في مباراة أرسنال وأوستهام يونايتد التي أقيمت يوم 28 من أبريل الماضي بملعب الإمارات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز أرسنال. فاز المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية، وأسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة بدول السعودية والكويت والأردن وتونس والإمارات والعراق وسلطنة عمان وليبيا. وأجريت انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وانتخابات اللجنتين الشبابية والرياضية في ختام اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والذي انعقد في دورته رقم 41 اليوم بمقر جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة ووزراء الشباب والرياضة العرب.